الكوسة يا جماعة من الحاجات اللي مش واخدة معانا حقها تماما، على قد فايدتها وقيمتها الغذائية اللي احنا متناسينها تماما. النهاردة هنعمل حاجة من الكوسة بطريقة سهلة وبسيطة، وأنا بنتي ما كانتش بتاكلها، بس لما عملتها بالطريقة دي فعلا حبتها وطلبتها مني مرة تانية. فجربوها وادي نفسكم فرصة انها تستفيدوا بالفوائد بتاعتها. دي تقريبا نص كيلو كوسة، هنبدأ نقطعها شرايح. وكمان هنحط عليها بصلة، هنقطعها برضو شرايح كده. بس وفي صينية اللي هنشتغل فيها هنحط البصل، ومش هنحط عليها توابل كتير. هي وكمان هنحط، نسيت، هنحط كمان فص ثوم، بيدي طعم حلو قوي للأكلة بتاعتنا. وهنحط ملح وفلفل وشوية كزبرة ناشفة، مش توابل كتير خالص، 3 توابل بس. وهنقلبهم بقى ببعض كويس جدا. دي يعني ممكن نقول التركاية اللي فيها، وياريت تبقى تدع كويس البصلة بالتوابل دي، لأنها بتطلع نكهة البصل والتوابل وبتخلي طعم حلو قوي للكوسة أو لأي حاجة احنا ممكن نعملها بالطريقة دي. وبعد كده هنضيف عليها الكوسة، وهنخلطهم ببعض كويس. ياريت بس على دي اهم حاجة، ان هو نميكس الحاجة كويس قوي علشان تاخد نفس الطعم وكله ياخد نفس الطعم. وبعد كده هنحط عليها كوباية كبيرة من عصير الطماطم. وانا نسيت اقولكوا هنا ان انا حطيت معلقة سمنة، وممكن تعمليها من غير حاجة خالص لو عايزة تعمليها حاجة دايت في منتهى الجمال. وانا خدتها على البوتاجاز غلوتين شوية كده، وبعد كده بحطها بقى في الطاجن اللي انا هحطها في الفرن بيه.